السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده معانا النهاردة مروحة، والمروحة دي التورنيدو العربي. طلبتوا مني ان احنا نعمل فيديوهات عن الأجهزة الكهربائية، الاعتناء بيها، نظافتها، الصيانة، الفك، التركيب، كل ده. طيب انا النهاردة سبت المروحة لما نتنت معايا، يعني تعالوا بقى نبدأ الفيديو معايا ونقول كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد عن المروحة اللي عندي، والمروحة اللي عندي سألتوني عليها اسمها مروحة تورنيدو. التورنيدو ديت تاتش ومعاه ريموت وبتنور، وكمان فيها سرعات وبتلف 360 درجة زي ما انتم شايفين، بتوطى وبتعلى، والحمد لله الستاند برضو بيعلى وبيوطى زي ما انتم شايفين كده. تمام. انا سبتها يا جماعه لما بصوا شكلها بقى صعب، شكلها بقى، تعالي يا رعف هنا، تعالي يا رعف هنا، شكلها بقى كله تراب وكده زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى، هي بتتفك من هنا بمسمار، تمام، عكس المراوح التانية بتبقى على طول كده الشبكه اللي من بره، تمام، بتتفك. لا دي بتتفك بطريقه معينه زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا انا سبتها لما خلاص يعني طلع عينها. هات الصابون يا رضوان والحاجه، تعالي يا رهف سلمي على الناس. يلا هيا هيا رهوفه، هي كبرت، الناس اللي بتسال على رهوفه، رهوفه كبرت وبقت عسل وعامله قصه النهارده حلوه. يلا وده رضوان اهو المساعد بتاعي دايما، اقعد هنا. يلا يا رضوان، يلا امسك الصابون. طب احنا كده عملنا ايه؟ فكينا الشبكه. هنبدا ان احنا عايزه بقى تاخديها على الحوض، خديها. بس انا هعملها معاكم حاجه حلوه، انا سبتها لما بصوا يعني طلع عينها معايا. انا هعملها على البارد كده، بستخدم ايه؟ بستخدم سيب، بستخدم بريل بس، تمام. ما بتاخدش وقت في التنظيف بتاعها، مجرد ان انا بس بمشي الصابون عليها. انا سبتها لما مالي التراب قوي، تمام، وقلت افكها وانضفها معاكم، نعمل لها فك وتركيب، تنضف على طول ما بتاخدش وقت معايا، تمام. المروحه دي سرعتها 2600 او 2800، تمام. عايزه اقول لكم ممنوع ان انا اشغل الشبكه ايه ديت، يعني بص يعني تطلع او تفك لا قدر الله او حاجه. بصوا عايزه اقول لكم احسن حاجه تنضفوا بيها هي البريل، مش يا رافي اصبري اسكتش، انا عايزه اقول للناس اللي ماما اللي جاب لي الجل اللي بانه رافي اللي بانه. كل الناس اللي على القناه بيقولوا لي ربنا يخلي لك رهف، ربنا يحفظ لك رضوان ورهف. فالنهارده قلت اطمنكم عليها، تمام. ماما جابت امبارح، بس يا رب عشان الناس يفهموا المعلومه، جابت البال اللي هو بصوا بقى عامل ازاي، يا دوبك هنشكل بس نغسلها. عايزه انت بقى على الحوض، بس يا رهف عايزه تغسليها انت بقى على الحوض، اغسليها. بس انا بوريكي ازاي تغسليها وتعمليها على البارد وازاي تفكيها، تمام. هي بتتفك من المسمار ده، لو حاولتي تفكيها من فوق من هنا مش هتتكسر منك، امسك كده هتتكسر منك، تمام. بصوا يعني ما تاخدش وقت خالص في النطافه بتاعتها. ازاي اول الريشه من بره بعدين ناخدها عاملين ايه؟ بس يا رب ما تلعبيش في الحاجه كله كمان. طبعا الناس اللي معايا في القناه، بس يا رب الناس الجديدة معانا في القناة أحب أشكركم على تعاونكم معانا وعلى المشاركات والإعجابات. القناة بتاعتنا طبعا من البداية فيها ناس مؤسسين القناة، أحب أشكرهم إنهم لسه موجودين معايا، شجعونا وكبروا القناة عندنا. والناس اللي لسه دايمين معانا على القناة برضو أحب أقول لهم ألف شكر إن أنتوا لسه موجودين معانا ولسه متابعينا. طبعا كل الوسخه دي يا جماعه هتشوفها دلوقتي راحت. بصوا هي وسخه خالص يعني متسخه بطريقه. ماما الجو حر يا رعب، استني بس يا ماما اخطر شويه. عايزه اقول لكم رعف مطلعه عيني، هيحشي يعني شويه، ما طلعش عيني زي رعف كده، انا هيحشي شويه. طب ويا خرج،
كده يا جماعه انا خلاص غسلتها كده، بصوا يعني بقت خلاص جديدة. يعني يعني اكلها جديده، شايفين عامل ازاي؟ اكلها دايما محل. كده بقى هنا غسلتها وعملتها، نرجع بقى لدي، دي اهم حاجه بقى، دي اللي مطلعها عن ايه. بابا بابي بامي استني بقى كده. انا تعبان جوايا، عشان هو معني برضو قال لي الريشه دي بتتفك من الزرار ده، بس هي كانت مشقك عليا. اعملي العكس، العكس امايا العكس يا بابا. مش عارف بس يا جماعة أنا حاولت أفك الزرار ده، هي بتتفك من هنا محتاجة تشويه البطن، تمام؟ حاولت أفكه الإيد جامدة، وبصراحة جوزي مشي وسابني، فأنا هعمل لكم فيديو تاني وهو جوزي فاكت لي الزرار ده بجد والله ما قدرتش. بصوا يعني جرحت. المهم إحنا هنجيب السلكة دي وهنمشيها كده عشان التراب اللي إيه اللي تحت ده، هنمشيها كده. بصوا كل حاجة بكل سهولة معايا، يعني مش هنخسر حاجة، مش هنغلب حاجة. التراب اللي من ورا كله تشيل، يعني أنا مش هخسر حاجة خالص. طاري طاري على طول كل حاجة سالكة معايا. خدي بالك من المية وهي نازلة على الموتور من هنا علشان خاطر الكهرباء تجنبا لأي حاجة، هي كده كده فيها أمان، تمام؟ هتعملي بس كده. كل حاجة اتشالت معايا. طب هغسلها ازاي؟ بحتة قماشة، تمام؟ نص بلة كده، تمام؟ استخدموا البريل دايما يا جماعة، ازايز البريل. خش هات ازازة البريل ولا انا هجيبها لهم ووريهم في الاخر. عايزة اقول لكم المروحة رجعت جديدة تاني. انا دايما بحاول بس ادعك كده، مش عايزة اجيب المية لجوه، ليه؟ فتجنبها لأي حاجة، ما تخش هات. طبعا عند شاشة العرض اللي بتنور دي هوريكوا كل حاجة، بس لما نغسل كل ده ادعك بس الزراير بسرعة علشان خاطر مطرح ما الاطفال بيمسكوا معايا مفيش مية تدخل. شاشة العرض برضو ابدأ ان انا ادعكها كده، كل حاجة معايا بسرعة عشان خاطر دي منطقة الكهرباء. يا ماما خلصي، متقلقوش يا جماعة من حاجة خالص، انا يعني ايه غسلها قبل كده بنفس الطريقة بكل سهولة. رهوفة بتلعب زي ما انتوا شايفين. هجيب الحتة بقى كده، حتة نظيفة، أهم حاجة ما تكونش حتة عليها أوساخ ولا حاجة. ابتدي إن أنا أمسح كل حتة كده زي ما انتوا شايفين، رجعت جديدة أهي. وأعيد عليها من جوه ومن بره. ابتدي اعملها كده بصوابعي برضو ما يضرش، لو حته مش قادره اوصلها هتجيبي فرشه سنان، لو مش قادره توصلي لاي بقعه صعبه زي ما انا هوريكي كده بالظبط، فرشه سنان هتخلص كل حاجه. لو انت ما عندكيش دي يعني اي فرشه. السرير يا رب. طبعا يا جماعه انا ما بحبش اظهر رهف حاجه الا لقطات صغيره، فالنهارده الفيديو خارج عن ارادتي بصراحه. اهو زي ما انتم شايفين كده. حاول اوصل للاماكن اللي دخل فيها الهواء دي. خليتها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ودي اكنها لسه تلمع اهو. ابتدي اكمل عليها من تاني، امسك بقى الحته الريشه دي وضع. بلاش السلك الالمونيا عشان السلك الالمونيا اهو زي ما انتوا شايفين كده، السلك الالمونيا بيجرح البلاستيك.
خليكي بالليفه السفنج دي. حطي على كل حاجه في ثواني يا جماعه. استخدمي دريل 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 بس الليمون. يا جماعه الدريل حلو قوي وبينظف بسرعه. الدريل بينظف. ما تقوليش بقى حطي كربوناتو على مش عارفة ايه وعلى صابون ايه، كل ده في شنك. اعملي البريل بريل بريحة الليمون، حتى المروحة نفسها لما تيجي تجيب هوا هتلاقي الهوا ريحته ليمون، يعني هتلاقي الريحة حلوة. هشغلها معاكم دلوقتي وهتشوف. هبتدي بس لمبة في الريشة. انا عارفة ان الفيديو هيبقى طويل شوية بس ايه هيبقى لطيف. هتقولي لي بقى المروحة دي عيوبها ايه قبل المميزات. لو قلت لكم المروحة دي ملهاش عيوب اصبري يا رافا عشان افهم الناس. المروحة دي ملهاش عيوب خالص، ملهاش عيوب، ملقتلهاش عيب. بتفصل لوحدها وليها تايمر بعد ساعة 2 3 4 12 ساعة بتفصل لوحدها، وليها ريموت تحكم، ويا اللهم صل على النبي، ليها ثلاث سرعات وبتلف 360 درجه لوحدها، وممكن تعلي وتوطي. يعني مثلا ايه عايزه الهواء يكون مره عالي ومره منخفض. هوريكم كل ده دلوقتي. بس بصراحه الريموت الحجر عندي فدي فانا هستخدم بايدي. بصوا يا جماعه انا خليت المروحه تحكي عن نفسها. المروحة بقت عاملة ازاي؟ مروحة ما شاء الله، الله أكبر ولله الحمد، بقت مروحة كأنها جديدة. كأنها لسه في كرتونية. تعمل ايه يا رضوان؟ عايزه اقول لكم فيها وحده امان، لازم تسمعي الصوت ده. هو صوت التكه بس كده. هاتي بقى بصوا يا جماعه فين اسمها. قلبي قلبي. اخر حاجه بقى القعده. بصي يا رغد دوسي هنا وانا يلا تاني. اكلتي؟ خلاص يا رغد صورتك يا ماما. انا صورتك 2 و3 و4 و5 عايزه. انا عايزه اعدي. بعدي الناحيه الثانيه من ورا. بس. تمام. ده المسمار بتاعها اهو. استنى عشان رف ممكن ممكن نشوف. هيا رف ده سريع. ايوه. استنى. بس يا جماعه المسمار اهو المفك اهو. هبتدي ان انا احط المسمار ده كده. بس يا رعف رعف يا جماعه تعبانه التصوير بصراحه. اهو هربط المسمار بتاعي. رهف هربط المسمار بتاعي على قد ما اقدر. بس كده انا كده خلصت وربطت كل حاجه تمام.
هي كده باينه معاكم. استنى يا رضوان، اهي بصوا هي كده التاتش بتاعها بينور زي ما انتم شايفين. هقرب لكم خلاص زي ما. اوعي يا رضوان، هقول لكم دي اول سرعه تمام، دي تاني سرعه، هنا السرعه التانيه، السرعه التالته تمام، هنا الزرار اللي بيخليها تاخد الوقت ساعه اتنين تلاته اربعه عادي زي ما انت عايزه كده. بتفصل واحده من هنا بتطفي، من هنا بتنوري، من هنا اذا كنتي عايزاها تدي هو جانبي، من هنا نحول الناحيه التانيه يعني كده. هو في النص كده بتحكمي بقى المروحه دول يعني انهي جنب او 360 درجه. عايزه ازود، ازود من هنا بقى لايه؟ ان هي تدور ازاي؟ كده انا مدياها ان هي تدور في المنتصف من الجهه دي للجهه دي. طب انا هخليها تدور 360 درجه. اوعوا لي، بصوا يا جماعه هزود كده هتدور دوله كامله. المروحه دي ممتازه 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 يا ابني. بس بصوا كده يعني لو انا بنصح حد يشتري مروحه، هات مروحه تورنيدو العربي، تورنيدو تمام، اللي هي بتلف 360 درجه دي. عايزه اقول لكم بتطلع هواء كانه تكييف. بسم الله ما شاء الله، والله اكبر، يا رب يا رب استرها يا رب. تمام انا كده اهو هوقف بقى الدوران. ممكن انا ادور زي ما انا عايزه، لو انا مثلا في المطبخ زي مطبخي صغير عايزه هوا مثلا، عايزه مثلا في اوضه اطفال زي كده، مثلا في اوضه صالون مثلا عايزه ناس قاعدين كتير، فهي بتوزع الهوا تمام. ده برده بيتحكم انها تدور الدوره الكامله. هنا بتحكم تدور دوره قد ايه، هنا الهوا الجانبي توزع هوا بزياده على الجهه دي او توزع هوا بزياده على الجهه الثانيه. بس من هنا زرار الاون والاوف، من هنا ومن هنا اعلي واوطي زي ما انتم شايفين. كده يكون انا وصلت معاكم لنهايه الحلقه معانا. وتعالي بس كده شويه يا مروحه، اوعى رجلك يا رجلنا المروحه تمام. المروحه زي ما انتم شايفين بقت جديده، بقت عن نفسها تمام. قول لهم باي يا رهف. عايزه اقول لكم هي بتستخدم بالريموت صغير، بس انا والله العظيم حجبت الريموت معايا خلصانه، فكان نفسي اوريكم برده بنفس الزراير دي هي اللي في الريموت برده تمام. اوريكم ازاي تفكوها وازاي تركبوها وازاي تنضفوها على البارد، ازاي تنضفوها على البارد. ووريكم كمان السرعات بتاعتها والتايمر ومنطقه تزويد الهواء على الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. وكمان وريكم اذا كان عايزينها تلف المنتصف زاويه او تلف دوره كامله 360 درجه، درجات توزيع الهواء بتاعتها اذا كان مثلا حجره اطفال، اطفال حساسين للهواء يبقى الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه المتوسطه مثلا غرفه فيها اربعه، لو غرفه فيها كتير مثلا اوضه صالون او زياره او حاجه كده كخ كده كخ، اعملها على اسرع سرعه واسيبها تلف. التايمر بتاعها لحد 6 ساعات 8 ساعات زي ما انا موريكم كده. وبس وزرار الاون والاوف بس عايزاها تعيش معاكي يعني اقصى حاجه 4 ساعات، تريحي لها 10 دقايق اقصى حاجه. وبجد بجد المروحه دي عايشه معايا بقى لها سنين بجد والله العظيم، كل ما حافظتي عليها كل ما هتبقى كويسه معاكي. انا لما بطلع في القناه عندي الحاجه الحلوه بقول عليها حلوه، والحاجه السيئه بقول عليها لا سيئه. الناس سالوني عن هوفر، قلت لهم الهوفر غساله الهوفر يا جماعه حلوه وجميله وكل حاجه وتنضف وكل حاجه، المشكله في المستخدم، المستخدم بيستخدمها غلط او صح. بس يا رهف بيستخدمها غلط او صح، بس يا رهف بيستخدمها غلط او صح. غساله الهوفر مش زي الزانوسي، الزانوسي انا عندي احسن، انا عندي غسالتين باظوا تمام بسبب سوء استخدامي، بس في الغساله الثالثه اللي هي الهوفر اللي انا جبتها النظام الحساس، عايزه النظام يعني الناس اللي هم الاجانب اللي هم بيفهموا في حكايه السيستم، حكايه النظام الحساس. الهوفر حلوه وكل حاجه، بس عايزه اللي يطبطب عليها زي الطعميه فاهمين. بالنسبه لها هي اللي مش عاجبني فيها البودي بتاعها. ايه يا رضوى باصص فين؟ الغساله على الحيطه؟ مش عارفه والله يا جماعه. البودي بتاعها من بره صاج، يعني صاج ومدهون اسود او فضي او زي ما انتم بتشوفوها كده او الابيض. بالنسبه لنا الزانوسي تعيش وتستحمل تقيله وحلوه، لكن هي كغساله اوبشن كده حلوه. بس انا بالنسبه لي لو يرجع بيا الزمن هجيب زانوسي واسمع كلام جوزي واجيب زانوسي. انا جبت الهوفر وهي حلوه كل حاجه، بس عايزه اللي يفهمها يقرا كتالوجها، يفهم برامجها، ليها نظام معين بس. والنهارده احنا بنتكلم عن التورنيدو، مروحه التورنيدو. مروحه التورنيدو جميله جدا، اتمنى الكل والله العظيم لو بتسالوني نجيب مروحه يدينا اقول لكم هات التورنيدو، هات التورنيدو اللي هي اللي عامل
360 درجة، مميزاتها كتير جدا، هتريحكوا جدا، مش هتبوظ بسرعة، هتعيش معاكوا عمر كبير. بعدها معايا كام من عمر رضوان، من قبل ما يعني اولد رضوان، يعني بقالها 7 سنين وشوية، 7 سنين وحوالي 3 شهور المروحة دي عايشة معايا. هينزل نظام احدث، انا شفت منها الاحدث، بس صدقوني ديت الموديل ده تلاقوه غالي دلوقتي. الموديل ده هيخش له حوالي في 2000 جنيه، بس هتعيش معاك. بالنسبه للموديلات اللي طالعه جديد، في واحده صاحبتي برده جايبه الاحدث منها، بس مش زي دي، ما عجبتنيش. انا شفتها عندها بس ما عجبتنيش وما رضيتش اقولها. انا بالنسبه لي دي روحي في البيت، زي اللي بيقول لك التكييف. انت روحي، انت املي، انت حياتي، انت دنيتي، انت كل حياتي. لا، دي انت املي، انت دنيتي، انت كل حاجه عندي. طولنا في الفيديو دوت، استنوني فيديوهات تانية كتيرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل الناس اللي تابعوني، الناس الجداد. انا رغاية شوية بس بفهمكم المعلومة صح. ما تنسوش اللايك والشير والتعليق، واي اسئلة انا بجاوب عليها. الاشتراك في القناة. باي باي. يلا باي باي.